وزير الخارجية الصيني يصل أديس أبابا صباح اليوم في زيارة رسمية لإثيوبيا. دين، مرحبا بكم في نشرة الأخبار، أصحابكم فيها كمال سليمان من هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي من أديس أبابا. أعزائنا المشاهدين، إليكم هذه المشاهد الجديدة لرئيس الوزراء أبي أحمد من جبهات القتال. وصل وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى أديس أبابا صباح اليوم في زيارة رسمية إلى إثيوبيا، وكان في استقباله نظيره الإثيوبي السيد دمك مكنن وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء أثناء وصوله مطار بولي الدولي. وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن إثيوبيا لديها القدرة على حل مشاكلها الداخلية بمفردها. وأجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية دمك مكنن ونظيره الصيني السيد وانغ يي مناقشات حول الوضع الحالي في إثيوبيا. وعقب المحادثات عقد وزير الخارجية مؤتمرا صحفيا مشتركا، وقال وانغ إن الصين تعتقد بأن إثيوبيا يمكنها حل مشاكلها الداخلية بنفسها. من جانبه قال دمك مكنن إن الصين لديها علاقات طويلة الأمد وثابتة مع إثيوبيا، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا من وقت لآخر في شتى المجالات. تتمتع إثيوبيا والصين بعلاقات وطيدة وممتدة على مر العصور، حيث بدأت العلاقات الدبلوماسية الحديثة بين البلدين قبل نصف قرن، حيث احتفل البلدان مؤخرا بذكرى الوبيل الذهبي لإقامة العلاقات. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مصطفى يونس. تتمتع إثيوبيا والصين بعلاقات تاريخية طويلة الأمد، حيث أقام البلدان العلاقات الدبلوماسية في عام 1970، وتمثل إثيوبيا في الصين سفارة في بكين وثلاثة مكاتب قنصلية عامة، في حين أن جمهورية الصين الشعبية ممثلة بسفارة وبعثة دائمة لدى الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. تعززت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بشكل ملحوظ خلال 27 عاما الماضية، ومنذ عام 2017 ارتقت العلاقات إلى مستوى أعلى من الشراكات التعاونية الاستراتيجية الشاملة، مما يعكس مدى الترابط القوي بين البلدين في المجالات السياسية والدبلوماسية والتجارية والشعبية. في عام 2020 احتفل البلدان بالذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما من خلال عرض وتسليط الضوء على الإنجازات الملحوظة التي تم تحقيقها فيما يتعلق بالتعاون الثنائي عبر مجموعة واسعة من القطاعات والمجالات التي أعطت الطبيعة الشاملة للعلاقات الدبلوماسية والشراكات الاستراتيجية بين البلدين.
البلدين، وفتحت الذكرى 50 صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين. وتتميز العلاقات عميقة الجذور بين إثيوبيا والصين بزيارات متكررة رفيعة المستوى من الجانبين منذ فترة حكم الإمبراطور هيلي سلاسي عام 1971 إلى زيارة رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد الأخيرة. كما زار العديد من الوزراء الإثيوبيين جمهورية الصين الشعبية في أوقات مختلفة وفي مناسبات عدة، ووقع الطرفان ما يقرب من 60 اتفاقية ثنائية ومذكرة تفاهم، بما في ذلك اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتكنولوجي والدفاعي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في الإطار مبادرة طريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحري وفق وزارة الخارجية الإثيوبية. وتعتبر الصين مصدر الرئيس والموثوق لتمويل الأنشطة التنموية متعددة الأوجه في إثيوبيا بشكل رئيسي، مثل تطوير البنى التحتية والتصنيع والزراعة والتخفيف من حدة الفقر وبناء القدرات وما إلى ذلك. لذلك فإن إثيوبيا ممتنة للغاية لدعم الصين المستمر وتضامنها كشريك يمكن الاعتماد عليه. كما تعتبر الشركات الصينية مقاولين رئيسيين للعديد من مشاريع التنمية في إثيوبيا، بما في ذلك المجمعات الصناعية وطاقة الرياح والطرق السريعة والسكك الحديدية الخفيفة الحضرية وخطوط السكك الحديدية الكهربائية العابرة للحدود. الصين هي أكبر مصدر لإثيوبيا للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث زاد تدفق الاستثمار الصيني لإثيوبيا على مدى العقدين الماضيين وفقا لهيئة الاستثمار الإثيوبية. وهذا يعني أن الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني قد لعب دورا كبيرا في تسريع الأنشطة التنموية للبلاد، ويفوق الحجم التبادل التجاري بين البلدين العديد من الدول التي لها علاقات تجارية قوية تربطها بإثيوبيا. وفي الآونة الأخيرة وتأكيدا على هذه العلاقات الثنائية الوطيدة، تبادل الطرفان الزيارات رفيعة المستوى. وقال وزير الخارجية الصيني الذي وصل إلى العاصمة الإثيوبية اليوم أثناء لقائه مع وزير الخارجية الإثيوبي ونائب رئيس الوزراء سيد دمك مكونن في مؤتمر صحفي مشترك، إن الصداقة بين إثيوبيا والصين قوية ولا تنفصم. وقال وزير الخارجية الصيني إن زيارته اليوم إلى أديس أبابا تظهر ثقة الصين في إثيوبيا ودعمها لحكومة معالي رئيس الوزراء أبي أحمد. وقال إن الصين تقف ضد أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا، لأن الإثيوبيين لديهم الحكمة وقدرة على حل مشاكلهم وإحلال الاستقرار والأمن بأنفسهم. ومن جانبه أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السيد دمك مكونن عن تقديره للصداقة المبدئية والثابتة الصينية مع شعب وحكومة إثيوبيا، وقال إنه مسرور لاستقبال السيد وانغ يي في أديس أبابا، حيث كل شيء آمن والوضع في البلاد لا يزال هادئا وتحت السيطرة. كما أعرب عن تقديره للالتزام الصيني القوي بسيادة إثيوبيا ووحدة أراضيها. وتأتي زيارة وزير الخارجية الصيني إلى إثيوبيا في وقت منعت إثيوبيا من الاستفادة من قانون فرص التنموي الإفريقي أغوا، الذي توفره الولايات المتحدة الأمريكية للدول الإفريقي كسوق حر. وتتزامن الزيارة أيضا مع تحقيق الإثيوبيين انتصارات على كل الجبهات. هنأ رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد الشعب الإثيوبي على الانتصارات الكبيرة التي تحققت هذه الأيام في عدة جبهات. وقال في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي أن اتحاد الشعب الإثيوبي في كل المجالات نتيجته النصر. وهنأ رئيس الوزراء كل الإثيوبيين سواء من شاركوا في جبهة القتال أو الدبلوماسية أو التنمية الاقتصادية أو تحضير مؤونة للجيش أو دعم النازحين. من قبل قوات الدفاع الوطني قامت قوات الأمهر الخاصة وميليشيات فانو بهدم حصن جاشنا متعدد الطبقات، والذي أجبرت جبهة تحرير تجراي المجتمع المدني لتشييده لعدة أشهر. وقال وزير الدولة لمكتب الاتصال الحكومي الدكتور لقسة تولو إن النصر تحقق من خلال مزيج من التخطيط ومهارات القيادة والتكنولوجيا والتضحيات البشرية والمادية الصغيرة وتصميم القيادة الإثيوبية بقيادة رئيس الوزراء وأمناء إثيوبيا البواسل. وأضاف أن قوات الجيش أعادت السيطرة على جاشنا وضواحيها، ويتقدم المقاتلون نحو مدينة لالبلا وغلتينا. أدلى رئيس إقليم الأمهرة يلقى الكفالة بمؤتمر صحفي حول الشؤون الجارية في الإقليم والبلاد. وشكر الدكتور يلقى أهالي إقليم الأمهرة على استجابتهم السريعة والمشجعة لنداء الحكومة بالانضمام إلى حملة إنقاذ البلاد.
وحث الدكتور إيكال المواطنين على مواصلة جهودهم حتى النهاية والعمل مع الأجهزة الأمنية لدحر المجموعة الإرهابية. ودعا الدكتور إيكال سكان المناطق المحتلة من قبل الجماعة الإرهابية إلى قطع الطرق لمنع المجموعة من الهروب وإبقاء الممتلكات المنهوبة. وبحسب تلفزيون الأمهرة، دعا الدكتور إيكال الشباب للانضمام إلى قوات الدفاع والقوات الخاصة أكثر من أي وقت مضى لضمان سيادة البلاد. قالت السكرتيرة الإعلامية في مكتب رئيس الوزراء بليني سيوم إن حالة الطوارئ التي تم إعلانها قبل 3 أسابيع أسفرت عن نتائج مهمة في حماية الأمن ومواجهة الإرهاب. جاء ذلك في مؤتمر صحفي أدلت به السكرتيرة الصحفية لمكتب رئيس الوزراء، قالت فيه إن الحكومة تمكنت من ضبط أسلحة خفيفة وثقيلة وأجهزة اتصالات ميدانية وأزياء عسكرية تابعة للجيش والشرطة الفيدرالية وبطاقة هوية وجوازات سفر وعملة أجنبية وإثيوبية مزورة. وتحدثت السيدة بلينيسيوم في المؤتمر الصحفي عن توجه رئيس الوزراء أبي أحمد إلى جبهات القتال ودعوته مسلحي جبهة تجراي إلى الاستسلام. وفيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية، قالت السيدة بليني إن أكثر من 1.1 مليون شخص نزح بسبب الحرب المستمرة في منطقة الأمهرة، كما تعرض للأضرار أكثر من 5 ملايين شخص في المناطق التي تحتلها الجبهة الإرهابية. وفي إقليم العفر تعرض أكثر من 260 ألف شخص للأضرار، كما تشرد أكثر من 100 ألف شخص، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل في توفير المساعدات الإنسانية للنازحين. أكد وزير الدولة للخارجية الإثيوبية السفير رضوان حسين في حديثه في المؤتمر الوزاري 8 لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي أن تنفيذ مشروع البنية التحتية القائمة على التعاون وقطاع الطاقة والاتصالات مكن الاقتصاد الأفريقي من النمو وتحسين حياة الأفارقة. وشكر السفير الصين والشركاء الآخرين على توفير لقاح الكوفيد-19، وقال إن صحة شعوب العالم لا يمكن أن تكون آمنة بدون صحة الشعوب الإفريقية. وفيما يتعلق بالحرب الدائرة، ذكر السفير رضوان بأن الحكومة حاولت حل المشكلة سلميا، لكن الجبهة الشعبية لتحرير تجراي رفضت المبادرات السلمية، مما دفع الحكومة للرد على هجوم الجماعة على قوات الدفاع الإثيوبية وتهديد سيادة إثيوبيا ووجودها. وأشاد بجهود السلام التي يبذلها ممثل القرن الإفريقي لدى الاتحاد الإفريقي أوليسيغون أوباسانجو، وقال إنه يتعين على المجتمع الدولي القيام بدور عادل وبناء في هذا الصدد.
في مقابلة حصرية أجراها القسم العربي في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبي مع السيد زاهي الزيدان الهرري حول الأوضاع الراهنة في إثيوبيا، قال بأن دعوة رئيس الوزراء أبي أحمد لقوات الجبهة الشعبية لتحرير تجراي الإرهابية للاستسلام لإنقاذ أنفسهم رغم أنه منتصر لحصن دماء شعبه يدل على أنه قائد حكيم وشامخ وقائد تفتخر به إثيوبيا. أن هذا الرجل قائد وقائد حكيم وقائد لجميع الأثيوبيين، معارضهم ومؤيدهم، مسلحهم وسلميهم. يعني هو عندما يقدم، أنت عندما تقدم وأنت منتصر لمن تقول أنهم هم أعداء لك ولكن هم أبناء عمومة لك أو إخوة لك في الوطن، تقول لهم تعالوا هذا الباب يفتح للمرة الأخيرة، عودوا وتراجعوا إلى ما بما إلى إلى الطريق الصحيح أو إلى الطريق القويم وأنت منتصر، هذا يدل على الشموخ وعلى الأنف. أنت هو رجل شامخ لديه سمات القائد، صحيح. كما ذكرت لك من قبل، يستطيع أن يقود هذه المعارك من غرفة عمليات كما نرى في دول شقيقة، صحيح. نحن ندعمها، نقول أنها دول شقيقة، نراه في العشر عوامل الأخيرة نرى مثل هذه العوامل. ولكن عندما يقدم مثل هذا النداء هو يقول للعالم أجمع، وقالها صراحة، نحن أجبرنا على الحرب حتى وأنا منتصر، أنا لا أحبذ الحرب، ولكن هو الخيار الوحيد والأخير. إذا تراجعت الجماعة أو إذا تراجع مجموعة الشباب أو مجموعة الجنود فنحن سوف نستقبلهم وهم أبناء الوطن، يغلط من يغلط ولكن يحمل عليه هنالك قضاء عادل، وهنالك مدعي عام في أثيوبيا له كامل الصلاحيات يحقق معه، يعاقب بالطريقة التي يستحقها. ولكن إذا أنت واجهته في الميدان فقط فقالها صراحة، يا أنك تقتلني وأكون أنا جزء من هذه من تراب هذه الأرض، يا إن أجبر أن أقتلك وأرفع سيادة هذه الأرض. كما ذكر السيد رزق الله في هذه المقابلة بدوره بأن الإعلام الغربي والعدو حاول شن حرب نفسية وإعلامية على الشعب الإثيوبي الذي لم يعطي أذانا لهذه الأقاويل والتحاليل الكاذبة وأثبت صموده. هذا معروف في الحروب، يعني أن هناك حرب نفسية والحرب الإعلامية، هذه من الأشياء التي يركز عليها الإعلام الغربي، لذلك نرى الكثير من القنوات بثت هذا الخبر وتسارع بتحليلات ورؤى كثيرة جدا جدا. ولكننا في أرض الواقع انظر، يعني في خلال أسبوعين فقط أو عشرة أيام تم دحر العدو، والآن والجميل في هذا أنه الشعب الأثيوبي لم يعير هذا الأمر اهتماما كبيرا، بل كانوا يصدقون أن هناك عزيمة أثيوبية قائمة وهناك قائد مباشرة بعد أن يعني كل هذه التوجسات نفاها بالخروج مباشرة إلى ساحات المعركة. خروج رئيس الوزراء الأثيوبي إلى ساحات المعركة أعطى دفعة معنوية قوية جدا جدا، ليس للشعب فقط وإنما أيضا للقوات الأثيوبية المسلحة. تجد في الأخبار ظهور رئيس الوزراء في ساحات المعركة، الانتصارات، المعنويات المرتفعة، وانظر يعني انظر إلى الإعلام، الإعلام الذي ينافق، عندما تجد انتصارات لا يتكلم عنها كثيرا، صحيح، لا يتكلم ولا يأتيك بالمشاهد، وإنما يأتيك فقط بلحظات قصيرة، تم دخول القوات الأثيوبية إلى منطقة كذا، تم دخول كذا، ولكن لم يقم بتحليل هذه الأخبار وردة فعل هذه الانتصارات على المستوى العالمي، ولكن هو يسلط الضوء على ما يدمر النفسية فقط، يريد فقط هزيمة الشعب وهزيمة الجيش عن طريق الدخول إلى عقولهم وإلى نفسياتهم. دعا العداء العالمي هيلة جبرسلاس الأفارقة إلى الانضمام إلى حملة كفا والتي انطلقت من قبل الإثيوبيين على مواقع التواصل الاجتماعي والمظاهرات الحاشدة التي خرجت في مدن عالمية عدة. وجاء ذلك في مقابلة أجراها مع وكالة الأنباء الإثيوبية أشار فيها إلى أن بعض الدول الغربية تحاول ممارسة ضغوط لا داعي لها على إثيوبيا، وصرح هيلي جبرسلاسي أنه يتم شن حرب بالوكالة ضد إثيوبيا. وذكر هيلي أن بعض الدول الغربية سبق أن دمرت عدة دول باسم الديمقراطية
وتحت غطاء حقوق الإنسان مستشهدا بالدول الإفريقية العريقة كليبيا. وقال إن أفريقيا لا ينبغي أن تفقد أمنها واستقرارها من أجل تأمين إيرادات عدد قليل من الشركات الغربية، ودعا جميع الأفارقة للوقوف إلى جانب إثيوبيا ومحاربة الاستعمار الجديد والانضمام إلى حملة كفا التي انطلقت من إثيوبيا، منوها إلى أن هذه الحملة لا تعارض الحرب في إثيوبيا فحسب، بل تعارض أيضا أي مؤامرة لاستغلال موارد إفريقيا تحت مسميات مختلفة. انضمت دول غرب إفريقيا إلى حملة كفا، حيث طالبوا مواطني دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر الدول الغربية للتوقف عن الاستعمار الغربي الجديد للدول الإفريقية. ونزل مواطن ثلاث دول في غرب إفريقيا إلى الشوارع احتجاجا على الحكم الاستعماري الفرنسي والاستغلال الاقتصادي. احتشد سكان مالي مرارا وتكرارا في شوارع باماكو خلال الأشهر القليلة الماضية، ينددون فيه بسياسة الغرب ويحثون حكومتهم على قطع العلاقات مع الغرب واستبدالها بروسيا والصين. بالإضافة إلى مواطني مالي، فإن العديد من مواطني النيجر وبوركينا فاسو وصفوا علاقة روسيا والصين مع إفريقيا بأنها مفيدة. إن الاحتجاجات المناهضة للاستعمار في غرب إفريقيا المتضامنة مع حملة كفا ما زالت تشهد تزايدا من حين لآخر. تظاهر الإثيوبيون والأمريكيون من ذوي الأصول الإثيوبية في ولاية مينيسوتا الأمريكية تنديدا بالضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على إثيوبيا. وجاءت المسيرة في أعقاب زيارة عمل قام بها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كلية مقاطعة داكوتا التقنية في مينيسوتا. ونظم المتظاهرون مسيرة أمام الكلية التي زارها جو بايدن. وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، فقد ندد المتظاهرون بسياسة أمريكا ضد إثيوبيا المتحيزة، وتم تنظيم الاحتجاج في ولاية مينيسوتا ضمن سلسلة من الاحتجاجات تحت عنوان كفا. وتعتبر ولاية مينيسوتا الأمريكية واحدة من أكثر الولايات التي يقيم فيها المغتربون الإثيوبيون في الولايات المتحدة الأمريكية. قرر مجلس جامعة غوندر إلغاء شهادة الدكتورات الفخرية الممنوحة للدكتورة ليني جبرامدن لسهمها في إنشاء وإدارة بورصة في السلع الأساسية. وقال إن مجلس الجامعة قرر سحب شهادة الدكتورات من ليني جام لمشاركتها في الاجتماع السري عبر الإنترنت نظمته ما تسمى بالمنظمة الدولية للسلام والتنمية لإسقاط الحكومة وتأسيس حكومة انتقالية. وأضاف المجلس إلى أن الجامعة بحثت ودرست الموضوع بعناية، وبناء على ذلك قررت الجامعة وفقا للائحة جامعة غوندر بشأن التعليم العالي إلغاء شهادة الدكتورات الفخرية التي منحتها الجامعة قبل سنوات. Come on, 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 come on
قال الدكتور أرجاوي برهي مدير مجلس تنسيق المشاركة الشعبية لبناء سد النهضة إن استكمال بناء سد النهضة يعد مظهرا من مظاهر انتصار إثيوبيا. وأشار الدكتور إلى أن البلاد واجهت العديد من الضغوطات السياسية من جهات مختلفة منذ بدء بناء سد النهضة، إضافة إلى تهديدات من مصر وعدم حسن النية من السودان. وأوضح الدكتور أرجاوي بأن إثيوبيا تعرضت لانتقادات واسعة بانخراطها في بناء سد النهضة على نهر ينبع من أراضيها، رغم ذلك فإن الإثيوبيين يتحملون كل شيء ويواصلون المسير عاقدين العزم على جعل السد حقيقة واقعة. وقال الدكتور أرجاوي إن بناء السد يسير على قدم وساق على الرغم من التحديات الصعبة التي تواجه إثيوبيا في الوقت الحالي. وكشف أرجاوي عن عمل منسق بين جبهة تحرير تيغراي والقوة المحلية المتحالفة معها والأعداء الأجانب لعرقلة سد النهضة ومشاريع تنموية مماثلة في البلاد، مؤكدا على أن الإثيوبيين يحاربون الإرهاب كما يساهمون في الوقت ذاته في بناء سد النهضة. وافق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية على قرض بقيمة 217 مليون دولار لربط دول القرن الإفريقي من خلال الطرق. وسيتم تنفيذ مشاريع ربط إثيوبيا وكينيا والصومال بالطرق السريعة. وتمت الموافقة على القرض بدون فوائد بقيمة 75 مليون دولار من قبل البنك. وسيتم خصم مبلغ 142 مليون دولار المتبقية من سعر فائدة البنك وتمويل من الحكومة الكينية. وسيعزز المشروع العلاقات الإقليمية بين إثيوبيا وكينيا والصومال. وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية فإن مشروع تطوير الطرق الذي تقوده حكومات إثيوبيا وكينيا والصومال والسودان وإريتريا وجيبوتي يحظى بدعم البنك التنمية الإفريقي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي. I'm gonna be
أعزائنا المشاهدين، مرحبا بكم في تريندينج، والتي سنقوم من خلالها بإطلالة على مواقع التواصل الاجتماعي. معنا زميل عبد الرحيم محمود، ماذا في جعبتك من أهم ما جاء في وسائل التواصل الاجتماعي؟ في خلال هذا الأسبوع هناك يعني خبر منتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو زيارة مشاركة رئيس الوزراء الإثيوبي في الجبهة وقيادته للمعركة الحالية بين الجبهة الإرهابية والحكومة الإثيوبية. وهذا كان يعني خبر متداول وأكثر تداولا في التواصل الاجتماعي، وهناك انتصارات سجلها الجيش الإثيوبي بعد دخول رئيس الوزراء على إلى قيادة المعركة بنفسه. صحيح. طبعا هذه النقطة نقطة مهمة نريد أن نركز على أسباب هذه الانتصارات التي سجلها الجيش الإثيوبي. الجيش الإثيوبي في البداية كان في مرحلة الدفاع. في مرحلة الدفاع هناك استراتيجيات تستخدم في الحرب، وهي استنزاف قوة العدو. الجيش الإثيوبي عندما انسحب، ما زال ينسحب ويتراجع إلى الوراء، بدءا من حدود تيغراي إلى شوا، منطقة شوا. هذا كله ليس ضعفا في الجيش، وإنما لاستنزاف قوة العدو. العدو كلما ينتشر وكلما تتسع يعني يتسع ميدان المعركة، كلما تستنزف قوته. هذه هي المرحلة الأولى التي استخدمها الجيش الإثيوبي، وكانت هذه الجبهة في مرحلة الهجوم. مرحلة الهجوم هي مرحلة الانتصار. ما استطاعت أن تنتصر في هذا الهجوم، والآن بدأ الجيش الإثيوبي يهاجم. الآن في مرحلة الهجوم، التصدي للهجوم الدفاعي، وبدأ ينتصر ويحقق النصر. بدأ من الناحية الشرقية، حيث استطاع تحرير إقليم أفر بالكامل في حرب دامت يوم ونصف فقط. هذا يعني أعطى معنويات عالية وعزيمة قوية للشعب الإثيوبي ككل، وللجيش الإثيوبي على وجه الخصوص. لأن هذه الجبهة كانت تحاول السيطرة على الطريق الرئيسي الموصل جيبوتي وأديس أبابا. إذا استطاعت السيطرة على هذا الطريق الذي يعتبر شريان الحياة لإثيوبيا، هي استطاعت تحقيق هدفها في تلك الناحية. لكن ما استطاعت الانتصار، بل انحزمت وتراجعت وخرجت كليا من إقليم أفر. وأعلن صباح اليوم مكتب الاتصال الحكومي أن هناك انتصارات أخرى تم تحقيقها، وهي إقليم الأمهرة. صحيح. نعم، في إقليم الأمهرة ثمان مناطق تم الإعلان أيضا عن إعادة السيطرة عليها من جديد. نعم. ومن بينها المنطقة الأكثر استراتيجية للسيطرة على الطريق الرئيسي الذي يوصل إقليم تيغراي لأديس، وهي منطقة غاشنا. هذه كانت منطقة استراتيجية سيطرت عليها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية من البداية، لقطع الطريق الموصل بين أديس ومقالي. الآن عندما انحزمت هذه الجبهة في هذا المكان الاستراتيجي الذي سيطرت عليه من البداية، بإمكان الجيش الإثيوبي السيطرة في وقت قصير على الطريق الرئيسي الذي يصل أديس لإقليم تيغراي. وإذا استطاع الجيش السيطرة على هذا الطريق
سيقطع الطريق على المجموعة التي تسللت ودخلت إلى شواروبت وإلى باتي. من السهل تحرير المناطق، جميع المناطق التي تسيطرت عليها هذه الجبهة. وكان هدف الجبهة الوصول إلى أديس أبابا بين عشية وضحاها حسب زعمهم وهذا يعني الأكاذيب المدللة التي قاموا بنشرها، الحملات الإعلامية التي نعم هم فهموا أن هذا التراجؤ تراجؤ تكتيكي واستراتيجي. لكن منذ 10 أيام ما استطاعت أن تتحرك ولا شبر، بل انهزمت حسب يعني ما أعلن مكتب الاتصال صباح اليوم أنها انهزمت في شواروبت، والجيش الآن سيطر على مدينة شواروبت. وهذا يدل على أنهم على أن الحزيمة لهذه الجبهة الإرهابية ما زالت متتالية. وأيضا هناك شيء مهم استخدمتها يعني القوات الإثيوبية، وهي الآليات الثقيلة مثل يعني القوة الجوية. القوة الجوية كلما تستخدم القوة الجوية في الهجوم كلما تتمكن من التحرك على الأرض، وهذا ما تملكه حكومة إثيوبيا اليوم، وليست هذه الجبهة الإرهابية، وليس بإمكانها أن تستخدم أي قوة لا جوية ولا أسلحة ثقيلة. وخير دليل على ذلك أن رئيس الوزراء الإثيوبي عندما ودح بالأمس الود الحالي في منطقة غاشنا كان قريبا من المنطقة ويشير بيده إلى أن المنطقة هذه هي التي أمامه، معنى هذا أنهم يعني ليست لديهم قدرة وليست لديهم آلة يستخدمونها يعني للاستخدام من بعد. هذه هي النقطة الأولى الأكثر تداولا في هذه الأيام. وما هي الأمور الأخرى التي يتم الحديث عنها في مواقع التواصل الاجتماعي؟ نعم، هناك حروب خارجية وداخلية تعاني منها إثيوبيا. فمثلا كانت هناك يعني بعد البيانات من السفارات الغربية للمخاوف والضغوطات الاقتصادية على إثيوبيا، من بينما الدول الغربية تحاول وتنشر يعني أشياء غير واقعة على الأرض، اليوم قام وزير الخارجية الصيني بزيارة أديس إثيوبيا، وهذه رسالة طبعا بأن الأوضاع لا زالت مستتبة وآمنة. نبدأ بالعلاقة بين إثيوبيا والصين. إثيوبيا ليست دولة حديثة اليوم، إثيوبيا دولة قديمة ولها علاقات قديمة مع جميع دول العالم ومن بينها الصين. علاقة إثيوبيا والصين علاقة طويلة الأمد، حيث احتفلت في العام الماضي في 2020 إثيوبيا والصين بالذكرى 50 للعلاقة الدبلوماسية بين البلدين. 50 عاما يعني العلاقة الدبلوماسية وطيدة بين البلدين، هذا ليس بأمر هين. صحيح هين. وهناك اتفاقيات موقعة بين إثيوبيا والصين، حيث وصلت حوالي 60 اتفاقية. 60 اتفاقية يعني ليست اتفاقية، يعني أمر كبير جدا. هذا ما يجعل علاقة إثيوبيا والصين علاقة قوية في إفريقيا. ومن هنا جاءت هذه الزيارة في وقت حرج، في وقت تعاني منه إثيوبيا من الحروب الداخلية ومن الضغوطات الخارجية. وهناك مدلولات تتضمنها هذه الزيارة، من بينها أن هناك رسالة على أن إثيوبيا ليست وحدها، وهناك يعني أصدقاء ما زالوا معها كالصين وكروسيا ودول أفريقية. عندما نقول الصين وروسيا ليست يعني دول
ضعيفة. يعني الروس والصين أقوى دول العالم، الدول القوية اقتصاديا وسياسيا ومن جميع الأطراف. فلهذا أظهرت هذه الزيارة اليوم أن إثيوبيا لديها جهات دولية ما زالت العلاقة قوية بينها. وهناك رسالة أخرى أيضا تتضمنها هذه الزيارة. كل يوم نسمع قرارات وبيانات وخاصة من السفارة الأمريكية في أديس بالنزوه والخروج من أديس أبابا لأنها منطقة غير آمنة وهكذا. صحيح. وكذلك يعني أكثر الدول الغربية قامت بمثل هذه القرارات. لكن زيارة وزير الخارجية اليوم غير شاهد على أن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ما زالت بأمن واستقرار. وتأتي هذه الزيارة أيضا في وقت يوجد فيه رئيس الصين في إفريقيا، في غانا، في السنغال، في السنغال الصينية، نعم، لمشاركة في اجتماع التعاون الصيني. صحيح. والإفريقي. صحيح. وذكر رئيس الصين بالأمس. صحيح. أن هناك مليارات الدولارات تدفعها الصين للاستثمار في إفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة. واليوم يأتي وزير الخارجية إلى إثيوبيا، وهذا يدل على أن نشاط الصين للاستثمار الأجنبي في إثيوبيا الذي كان على الدرجة الأولى في إثيوبيا سيعزز بطريقة أقوى مما كان عليه سابقا. وهذه الرسائل والمدلولات لهذه الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الصيني صباح اليوم إلى مدينة أديس أبابا. وصرح هو نفسه في وصرح وزير الخارجية في هذه الزيارة بأن الصين على ثقة لحل حكومة إثيوبيا لمشاكلها الداخلية، وكما صرح بأن الصين صامدة للوقوف بجانب إثيوبيا وبجانب حكومة التي يقودها أبي أحمد. هذا ما كان يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي. الزميل عبد الرحيم محمود، الوقت لم يسعفنا حتى للحديث أكثر من ذلك، نشكرك على إطلالتك وهذه الإفادة. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكم. أعزائنا المشاهدين، ننتقل بكم إلى عناوين الأخبار. وزير الخارجية الصيني يصل أديس أبابا صباح اليوم في زيارة رسمية إلى إثيوبيا. الجيش الإثيوبي يحرر مدنا استراتيجية في عدة جبهات في إقليم الأمن. أعزائنا المشاهدين، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، نشكركم على المتابعة.